شكرا للزملاء الاعزاء الاستاذ نجيب الصالحي، الاستاذ عبد الله الساقي، الاستاذ جمال العابد، والاستاذ شيماء عبد الوفي، والاستاذ مصطفى، كلهم باسم سيدي فيصل. ان تكون الكلمه من نصيب الاستاذه لاله شيماء، لانها هي العنصر الوحيد الذي يدافع على ويمثل حضور ديال المرأة، وبالتالي كانت الكلمة تكون من نصيبها، فكانت رغبتها خلاف ذلك، فيعني احتراما لرغبتها هي وتهذيبا لمقاربة النووي، لأننا كنا في مدوى في مقام ديال حول المرأة، فبالتالي كنحاولوا نكرسوا التوصية ديال مدوى لعيب عليا السعد بن غفور وغيره. وقضايا ماذا؟ الجناح والمخالفات. مفهوم؟ والجناح والمخالفة. القضايا الاجتماعية لم تتناولها المادة. لذلك هذه الملاحظة التي أبديت هي ملاحظة مهمة، تنصرف إلى ملاحظة أو ترتبط بملاحظة أخرى بالدعوة بماذا؟ بالمسطرة الشفوية والمسطرة الكتابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم شيماء عبد الوافي، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه السنة الثانية جامعة بن زور، تخصص القانون الخاص. إذا اليوم احنا درنا واحد المبادرة لفائدة الطلبة ديال السنة ديال الإجازة، وكذلك لما لا الطلبة ديال الماستر، من أجل استعدادة الامتحانات ديال الدورة العادية، وكذلك بالنسبة للطلبة المقبلين على اجتياز المباريات. فاحنا كما نعلم باللي مباريات إن شاء الله هذا العام كاينة على الأبواب، وذلك يجب علينا أن نستعد لها، وهذه هي فرصة مناسبة بالنسبة للطلبة باش يستفدوا من الدورة التكوينية. دكتور فيصل قرماط، رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية. اليوم كأبناء مدينة القليعة سعداء بتنظيم هذه التظاهرة الفريدة من نوعها، المتعلقة بدورة لفائدة الطلبة المقبلين على اجتياز امتحانات الدورة الربيعية العادية تخصص القانون العام والخاص. اولا نتمنى التوفيق لجميع ابنائنا، جميع ابناء المنطقه وخارج ابناء المنطقه. كما شفتوا اليوم عشنا مجموعه من المداخلات القيمه اللي اطروها مجموعه من الاساتذه من جميع المناطق ديال المغرب، سواء من مدينه بن سليمان او مدينه تارودانت او غيرها من المدن. سعداء كذلك بالتواجد ديال جميع المكونات، سواء المكونات ديال الصحافه او ديال الاعلام او المتدخلين او الفاعلين الجمعويين، كما انها فرصه أشكر اللجنة التنظيمية على حسن تنظيمها وكذلك على حسن تسييرها لهذه الندوة. مثل هكذا مبادرات تتيح للطالب وللمستفيد أن تكون له القدرة على التعامل والمعرفة كيفية التعامل مع الامتحانات. سعداء بهذه المبادرة، كما أنها فرصة نشكر جميع الشركاء في هذه الندوة، رئاسة المجلس الجامعي للقليعة، وكذلك الهيئة التي أتشرف بالانتماء إليها، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع هنا بمدينة القليعة. فمرحبا بكم، ونتمنى التوفيق لأشغال هذه الحقوقية وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالقليعة. هذه الدورة التكوينية لفائدة طلبة مقبلين على اجتياز امتحانات الدورة الربيعية العادية تخصص القانون العام والخاص. اولا نتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المباريات وفي هذه الامتحانات. اليوم كنعيشوا واحد دوره تكوينيه متميزه اللي هي تكوين طلبه سلك الاجازه للتحضير للامتحانات والتقويمات المقبله. هذه البادره هي بادره مستحسنه، كنشكروا عليها اللجنه التنظيميه، المركز الوطني للدراسات القانونيه والحقوقيه وجامعه القليعه، اللي كتعطي الفرصه ان الطلبه انه بعد التكوين ديالهم طيله السداسي الثاني والرابع والسادس انهم يكتسبوا مهارات اخرين ويستثمرهم، خصوصا ان الاساتذه الحاضرين معنا هنا اساتذه في التخصص القانون العام والقانون الخاص، وايضا معنا ممارسين، وهذا اللي في واحد واحد الميزه ايجابيه لهذه الدوره التكوينيه. وبصراحه كنتمنوا ان مثل هذه المبادرات تعمم على صعيد الجماعات الاخرين. وبهذه المناسبه كنشد بايد الناس ديال القليعه والمجتمع المدني ديالهم اللي ساهم بانجاح التظاهره، وايضا كنتمنوا التوفيق لهذه الطلبه ان شاء الله في التقويمات المقبله ان شاء الله، ولما لا واحد اليوم تما يكونوا الاجيال المقبله ان شاء الله في الجماعات القليعه. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.